كل أصدقائي وأحبائي مشاهدي قناة رسم محمد عبده، عن الحب دائما نلتقي، وبفضل الله تعالى لقاء جديد مع رسمة جديدة من رسوماتي. قول. أنا معاذ محمد عبده ابن رسام محمد عبده، واللي أرسم معاكم النهاردة يا جماعة، ويا رب رسمتي تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو تحط لايك تحت الفيديو وتعليق حلو منكم يشجعني على يلا بينا نبدأ رسمة التمساح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشتركي قناة رسم محمد عبده، على الحب دايما نلتقي بفضل الله تعالى. إن شاء الله النهارده لقاء جديد ومميز جدا مع معاذ، أنا سميت اللقاء كده قلت إيه مع معاذ، معاذ حابب إن شاء الله يرسم رسمة التمساح، وقال يا بابا أنا عايز أرسم التمساح، وفعلا معاذ فاجئني برسمة التمساح قبل كده يا شباب، والله أنا ما دخلت في الرسمة بتاعته خالص، أنا اتفاجئت بيها، أنا جبت الرسمة اللي هو رسمها قبل كده أهو، الرسمة اللي هو رسمها قبل كده أهو لقيته بيفاجئني بيقول لي يا بابا ادي رسمه التمساح اللي انا رسمتها، ايه رايك فيها؟ من غير ما انا مطلوبها منه والله يا شباب، ماشي؟ فانا قلت له يا معاذ خلاص تعالى بقى نرسمها ونعملها فيديو حلو والناس تشوف الموهبه اللي عندك ونشوف الدنيا هتمشي ازاي مع اي طفل عنده موهبه وازاي نكتشفها مبكرا يعني. فان شاء الله معاذ بدا في رسمه التمساح، قدام حضراتكم اهو رسم منطقه الراس والعين، رسم العين وهو كده بيرسم فضار ورايح على منطقة الذيل بتاع التمساح. بترسم ايه يا معاذ دلوقتي؟ برسم على ديل التمساح. علي صوتك يا معاذ عشان الناس تسمعك، انت بترسم ايه دلوقتي؟ برسم عند ديل التمساح. الديل بتاع التمساح، تمام، اتكلم بقى واشرح يا معاذ، قول انت بتعمل ايه؟ دلوقتي رحت عند رجلين جايب رحت جايب كده خلصت هيك وكده رحت عند البطن في النص. علي صوتك يا معاذ، اتكلم وعلي صوتك. كده رحنا عند البطن. البطن هنا. جايبين يا شباب طبعا اللي معاذ بيرسمه دلوقتي اللي هو الاوت لاين بتاع الرسمه، هو رسمها مره واثنين وثلاثه وجربها قبل ما يبدا في الفيديو، يعني هو جربها مرتين ثلاثه يعني. لكن طبعا انت راسم رجلين اثنين يا معاذ يعني. تالي في رجل كمان صغيره يا معاذ انت ما جبتهاش. تمام. الله يفتح عليك يا فنان يا صغير. تمام. الرجل في رجل ناقصه يا معز كده صغيره اللي هي يا معز الدام دي اللي هي الرجل الصغيره اللي ورا، ايوه اللي هي باينه من ورا من هنا، فهي معز اهي من قدام ولا من ورا؟ علي صوتك يا معز اتكلم. انا رايح جايبين عند رجلان الثانيه دي هي تعتبر دي ايده يعني، ايد اللي قدام. ايوه الله ينور عليك. تمام. كده هنعمل على مزائد اللي هنا كده. اللي هي الخرافيش اللي في ظهر التمساح يعني. احاول اقرب الكاميرا شويه. دي بقى اللي هي الخرافيش اللي موجوده في ظهر التمساح يا معاذ، صح؟ وبرضه الديل بيبقى فيه تقريبا شويه صغيرين كده. ماشي. تمام. نروح جايبين. الله ينور عليك، انت كده ظبطت قوي موضوع الاوت لاين او الجسم بتاع التمساح، الله يفتح عليك يا ميزو. تمام. المره دي جايبين اللون البني. هتجيب اللون البني، علي صوتك يا معاذ واتكلم كده الناس سامعينك يعني، اتفضل. جايبين البني ده
هتحدد بيه، هتحدد بيه. ماشي، حدد بالبني يا معز. اهو انا بظبط لك الكاميرا اهو. دي منطقه ايه بقى؟ البق بتاع الايه، التمساح، والراس بتاع التمساح. تمام، والاسنان بتاع التمساح طبعا، في اسنان تحت واسنان فوق. بس انا حابب يا معاذ دي بدل ما اعدلها كده تاخدها، يعني ايه، تاخدها بميل كده شويه، يعني فاهمني، يعني ايه دي كده، انا اخدها كده سنه كده اهو يا معاذ، ناخد دي سنه كده عشان الفك بتاعه يجي عدل، ودي تيجي رايحه على هناك. يلا تيجي واخد دي كده، ودي رايحه على هناك. ايوه الله ينور عليك. بس ونبدا بقى نكمل من هنا كده على هناك عشان تبقى لك الراس بتاعه التمساح باينه كويس بشكل جميل يعني. الله ينور. يلا بقى كمل، كمل الاوت لاين بتاعنا بتاع اللي هو بتاع التمساح دي كده، كانت خارج الرسم بقى خلاص، ما تشغلش بالك بيها لان احنا عوضناها بدي. كمل بقى هنا كده. كده في رجل التمساح، دي رجل التمساح، خلي بالك بس هي اللي في الجنب الثاني. ونمشي بقى كده على الاوت لاين عشان نجيب الرجل اللي قدام الكبيره اللي هي اللي ناحيتنا احنا. تمام يا معاذ، انت بتحب الرسم. كمل بقى يا معاذ مع الرجل اللي انت راسمها كده، ما ينفعش ان احنا ايه ما نكملهاش. تمام تمام يا معاذ، الله ينور عليك. نرسم بقى الرجل اللي ورا الكبيره اللي من ناحيتنا احنا دي، والرجل التانية مش باينة لانها ورا. طبعا احنا زي ما انت شايف، زي ما انتوا شايفين كده معاذ بيلف على ايه؟ على الاوت لاين بتاع التمساح اللي هو رسمه. المهم يا شباب وحضراتكم معايا كده، عايزين نخرج باستفادة كبيرة من الموضوع ده. عايزين نقول ان ازاي انا اكتشف الموهبة مبكرا عند الطفل او عند طفلي، علشان الولد او البنت يفرغ الطاقة اللي عنده في الرسم، وفي رسم اشياء حلوة مفيدة ليه، وفي الوقت نفسه بيكون يعني بيستفيد بوقته في ان هو ايه يمارس الهواية بتاعته، وبدل ما يفرغ الطاقة دي في امور عدوانية ضد يعني ايه اخواته او الاولاد اللي من دوره وكده. لا احنا بنقول نستفيد بوقت الطفل شويه. فانا اكتشفت ان هو عنده موهبه وعنده قدره على انه ينقل ويقلد، ودي بدايه الموهبه، بدايه الموهبه التقليد. لو عنده قدره على انه يقلد يبقى هو كده ان شاء الله يقدر يعمل كل حاجه. فازاي اشتغل على الموهبه؟ ازاي ان انا اسيب ابني يعني ياخد حريته وراحته في التعبير عن تصويره او تصوره للاشياء بشكل جميل من خلال الالوان يعني. فبخامات بسيطه جدا اقدر اوفر للطفل مثلا علبه الوان فلوماستر، سكتش، قلم رصاص، واجيب له رسمه من على الموبايل. يعني الرسمه اللي شغال منها معاذ قدامكم اهي، انا بقرب لكم التليفون برضه عشان كل حاجه تبقى فيها مصداقيه شويه. اهو معاذ شغال، لحظة واحدة معاذ، معاذ شغال من على الموبايل قدامكم اهو، اهو بالشكل ده بيبص حبة هنا ويشتغل ينقل يعني. تمام كده. احنا هنبعد الموبايل ده خالص اهو، هنبعد الصورة بتاع اللي شغال منها، اللي شغال منها معاذ اهو. هنروح جايبين اتكلم يا معاذ، بتقول ايه بقى؟ بتقول انت خلصت ايه؟ احنا ما خدناش بالنا. خلصنا التحديد. خلصنا ايه التحديد؟ ده اسمه التحديد. ده اسمه ايه؟ التحديد. حددنا بلون ايه؟ لون البني. درجة غامقة، درجة ايه؟ غامقة. هلون بلون فاتح. انت جايب الاخضر الفاتح ليه؟ عشان علي صوتك واتكلم. عشان هو التمساح بيبقى لونه بيبقى اخضر. عطى على اخضر كده فاتح يعني. خلاص ماشي. يلا توكل على الله، ابدا كده لون وورينا هتلون ازاي.
معاذ ممكن تمسك القلم كويس بشكل حلو كده، تمسكه كده. لا مش مشكلة. قرب بقى كده، قرب بقى. الحمد لله انا كده خلصت الرسمه، ويا رب كده رسمتي تعجبكم، وما تنسوش تحط لايك تحت الفيديو، وشكرا لك يا بابا ان انت خلتني اطلع على القناه. الله، واستنوني مع رسمه تاني فيديو، بس خلوا لكم يشوفوا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده يا شباب، كل مشترك ومشاهد ومتابع القناة، يعني اي حد دخل الفيديو، عايز أأكدلك على حاجة، ان اهم حاجة في الفيديو ده ازاي تكتشف الموهبة مبكرة عند الطفل، وازاي تشتغل عليها، وده اللي احنا ان شاء الله هنثبته من خلال الفيديوهات الجاية دي مع معاذ. هيبقى في سلسلة كده ان شاء الله من وقت للتاني اسمها مع معاذ بإذن الله تعالى. ادعوا لنا كده، وادعوا لمعاذ يبقى فنان كبير باذن الله، وينفع به ربنا، ينفع به الشباب، وينفع به المجتمع باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله وامنه.